رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل. من أكتر الحاجات اللي ممكن تبوظ أي نظام غذائي، أو لو إحنا مش ماشيين على نظام غذائي ممكن يعني الواحد يأكل فيها قوي، ريحة المخبوزات بقى وهي طالعة كده وبتبقى سخنة، ونخش بقى نشتري حاجات كتير قوي ممكن تبهدل لنا الدايت بقى لو احنا ماشيين على نظام غذائي او يعني ما بنشبعش منها قوي. عشان كده احنا النهارده عاملين بقى نوع كده من المخبوزات حلو جدا. بس خليني ارحب بشيفتنا اللي منورانا النهارده، الشيف نيفين وجيه. اهلا بيكي معانا يا شيف. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي منورانا. يا رب يخليكي. من اكتر الحاجات فعلا اللي بتشد الواحد لو بقى عارفه انت المخبوزات وريحتها، اه طبعا تبقى سخنه. يلا قولي لنا بقى النهارده هتعملي لنا ايه؟ هنعمل الكرواسو بالشوكولاته والجبنه وهنعمل الفايش. طب يلا نبتدي. طيب معانا نص كيلو دقيق. ممكن مقادير الاول، هنبتدي بايه؟ هنبتدي بنص كيلو دقيق منخول. نبتدي بالكرواسو الاول. اه طيب المقادير هنحط نص كيلو دقيق عليه معلقه خميره. مقادير معانا على الشاشه، عليه ربع معلقه ملح. يبقى احنا حطينا دقيق، حطينا نص كيلو دقيق ومعلقه خميره وربع معلقه ملح ومعلقه صغيره بيكنج باودر. خميره فوريه العاديه اللي احنا خميره فوريه. بس هنضرب المكونات الجافه دي مع بعضها. ما بنحطش فيهم اي ماده دهنيه ولا اي حاجه. هم لا انا عاملاها خفيفه واقتصاديه، يعني مش مكلفه يعني. مش مكلفه. الماده الدهنيه هنحطها واحنا بنفرد العجينه. يلا تمام. هنحط معاهم شويه خل، معلقه، هننزل بنص كوباية لبن. وهنحط كوباية الا ربع ميه، بس ننزل بيها بالتدريج. هي لازم طيب هي العجينه كده يعني لازم تتلم صح كده، ما يبقاش فيها، لازم تتعجن كويس. لازم تتعجن كويس. طب الميه اللي حطيناها ميه عاديه ولا ميه دافيه؟ واللبن دافي. لبن دافي. ونفس معيار يعني المعيار بتاع كوبايه اللبن هو يبقى نفس معيار الميه. هي برضو كل دقيق على حسب نوعه، يعني في دقيق بياخد سوائل وفي دقيق لا. بيفرق نوع الدقيق. نوع الدقيق. كده محتاجه دي كله يبقى ميكسد مع يبقى كل المكونات. عشان نبقى نعرف ازاي ان هو كله امتزج بقى مع بعض. بقى كله المكونات والعجينه بتبقى طريه شويه. أوه.
واللي ما عندوش عجينه بقى على ايده، على ايده هو هيحس بملمس العجينه معاه. انا بعجن كتير على ايدي، ما مش شرط العجان يعني، بس لازم العجينه يوصلها ان هي تبقى طريه معايا، تبقى طريه معايا، اعرف اقطعها واعرف اشكلها بالظبط. بس العجن على الايد حلو برضه عادي. هندهن البولة زيت اللي هننزل فيها العجين. العجين ممكن نشوفها لو محتاجة تاني، محتاجة نعجن تاني. تمام، هي كده العجينة ممكن نشوفها بأثرية معانا. أعتقد كده تمام صح؟ تمام. العجينة بتطرى، بصي مفيش أي بقايا، ما بتلزقش حتى في الإيد، لا ما بتلزقش. طيب احنا دهنا البولة زيت ونحط فيها العجينه بتاعتنا تخمر يعني من نص ساعه لساعه الا ربع. نسيبها، نسيب العجينه دي طبعا مش هنستناها تخمر، لا احنا جايبين العجينه جاهزه خمرانه عشان نشتغل بيها. وهتطلع زي كده بالظبط، ما فيش فيها اي تغيير. بالظبط نفس المقادير. احنا لحد دلوقتي ما حطيناش فيها اي ماده دهنيه ولا اي حاجه. ما هنحط كده، ما هنفردها وهنحط، نرش بس دقيق عشان ما تلزقش معانا. ننزل بالعجينه. ايوه نفرد بقى. نفرد؟ ايوه نزيد تفرد اصلا. بس حوار المخبوزات ده برضو الناس بتبقى زهقانه منه فعلا، يعني مع ان انا حاسه ان الموضوع بسيط ما فيهوش سهل. اي سهل صعوبة. جدا. لا سهل، بس في ناس يوم يعني اجي اعمل حاجه بقى بدقيق وعجين والموضوع بحس والدنيا بتبقى مكركبه بتاخد وقت، بس هي لا سهله جدا عمايلها اصلا ومكوناتها بسيطه، مش لا ما فيش اي بالظبط مفيش اي حاجه صعبه. بس هنفردها كده وناخد زبدة نفرد عليها في العجينة كلها. في العجينة كلها. زبدة بقى اللي عنده سمنة، هي السمنه ما فيش مشكله فيها، بس بتبقى اطعم بالزبده، بتبقى اطعم بالزبده وخفيفه برضه يعني. تقعد قد ايه في الفرن بقى؟
هي بتقعد من 10 دقايق ل 12 دقيقة، مش بتاخد وقت. بتاخدش وقت. على درجة حرارة 200 فوق وتحت. نبقى مشغلين بقى الفرن قبل ما نبتدي. تبقى الفرن سخنة. بس بنطبقها. ايوه. ونسيبها تريح شويه علشان تقدر تتفرد معانا بسهوله. فهماني؟ يعني احنا ممكن نسيبها تريح شويه ونعمل الفايش ونرجع لها. نبتدي في الفايش قبل ما تكون العجينه تريح شويه. طيب مقادير الفايش، نبتدي في الفايش. تمام. طب امسح الرخامه. امسح الرخامه، مناديل اهي. الفايش ده بقى موضوع كبير. بحسه كده. لا يعني لا لا، سهل جدا مقاديره. سهله جدا برضو، مش غلبه يعني، مش صعب يعني. اسرع بقى يا شوف عشان وقت حلقتنا. مقادير الفايش. هنا معانا نص كيلو دقيق، نفس العجين. مقادير معانا على الشاشه. معانا نص كيلو دقيق منخول، عليه معلقه سكر. سكر عادي ولا مطحون؟ سكر عادي، مش فارق يعني. معلقه، معلقه ونص سكر. نص معلقه محلب. معلقه خميره. خميره فوريه. معلقه صغيره كركم عشان لونه. معلقه صغيره بيكنج باودر. ربع معلقه ملح. بس كده. هنقلب بقى المكونات دي مع بعض. وهننزل معلقه خل. معلقه خل. والخل ده بقى بيعمل ايه في العجينه؟ عشان احنا برضو حطيناه في الخل. بيدي لها طراوه. وبيخليها طريه ومطه كده. هنحط نص كوبايه سمنه. كوبايه سمنه. وهنحط كوبايه وربع لبن حسب ايه ما تاخد معانا، بنفس معيار السمنه. لا السمنه بنفس معيار كوباية. بنفس المعيار بتاع الكوبايه. معلقه كوبايه وربع لبن. حطينا كوباية لبن كاملة. ممكن تحتاج تاخد شوية تاني. عشان ايه؟ علشان تطرى. عشان تطرى اكتر.
لسه شويه. طب انت عرفتي منين بقى ليه لسه شويه؟ العجينه ناشفه شويه، عايزه شويه لبن. يعني هي خدت معانا يعتبر كوبايه وربع لبن. كوبايه وربع. يبقى اعرفها من الملمس بتاعها انها ناشفه ولا تبقى طريه. لازم تبقى طريه شويه عشان كمان نعرف اعرف اصبعها كويس، وتبقى هي كمان طالعه العجينه حلوه وطعمها حلو. طب يلا عشان عايزه اعمل معاكي بقى. ايش عايزه حنا وقت التجربه. معانا بقى صينية عادية أو صاج فرن؟ معانا صاج. هو الألمونيا عموما حلو في المخبوزات. الألمونيا حلو. انتي دهنيها؟ دهنينها زيت. زيت. زيت بسيط. ودي برضو هنسيبها تخمر؟ لا انا الفايش مش بسيبه، بصبعه على طول. على طول؟ بعد كده بسيبه في الصاج يخمر. يعني مش بتسيبيه يخمر في العجينه، انت بتسيبيه يخمر وهو متقطع في الصاج. طب دي هتفرق ان انا اسيبه لو انا هي كده العجينه خلاص خلصت. دي طالع لونه اصفر ازاي. العجينه جميله وكده. ده كده خلاص. دي خلص الفايش هنقطع على طول. هصبعه على طول. تكون عجينه الكرواسون ريحت شويه. سهل مش صعب خالص. بس كده. انا ممكن اساعدك بقى ممكن. ماشي. صوابع؟ الصوابع كده. التسويق كده اهو. صوابع فاكرين؟ انت طب بتلزقيهم جنب بعض؟ مش بدوس عليه، برصصهم بس. ما سيبش بينهم مسافات. لا احطهم بس كده جنب بعض وخلاص. هما بيخمروا اصلا بيبقوا لازقين في بعض. ما انا بشوف بيبقوا لازقين في بعض. حلو ده؟ تسلم ايدك. يلا بقى كده سريعا اهو. يلا. حلو. لا ملمسه كمان طري ومش بيلزق في الايد يعني. بصي لا ما هو لما يخمر كمان هيعلى وهينفخ هيبقى هش لما يستوي. مش عارفة أعرف بس إن الفايش ده لازم الخميرة بتاعته تقعد مثلا يوم ولا يومين. دي الخميرة دي بقى اللي هي بتفرق عن صح جو الشتاء بيفرق عن الصيف ولازم تبقى متغطية كويس. هي عموما الخميرة في الصيف ما بتقعدش زي الشتاء. بتخمر بسرعة. بتخمر بسرعة. أنا محضرة كوباية الشاي. هجيب بقى كوباية الشاي بقى فين بقى يعني. عارفة ده الصبح بقى كوباية شاي. بقى كوباية شاي بلبن. كوباية لبن بقى كده يبقى جميل. بس خلاص كده. أنا بعمله كده مع اللبن بيبقى حكاية صراحة. بيبقى جميل. بيبقى طري كده في كوباية اللبن. طعمه لذيذ. مش صعب أهو. لا سهل جدا ومقاديره سهلة يعني. أهو نص كيلو دقيق عليه معلقة سكر، معلقة خميرة، معلقة كركم، ربع معلقة ملح، معلقة نص معلقة محلب، نص معلقة نص كوباية نص كوباية سمنة. كوباية وربع لبن. مش صعبة يعني. لا مش صعبة. ويتعجن ويتصب على طول وبعد كده يتصب في الصاج يخمر. طب انا ليه ما اسيبش بينه مسافات؟ هيتخن قوي.
هيتخن؟ اه يعني انا عشان بلزقه انا بصغر بحجمه. اه هو هيخمر بس مش هيفرق قوي. اه انا بشوفه بس بيبقوا لازقين كده في ال اهو. وفي ناس بتعمله زي قرص كده مدوره. اه بتقطعه بقى ترانشات وتحمصه. وتحمصه. ايوه صح. طيب اسرع اهو اهو اهو. مفيش اسرع من كده يا مخرجنا اهو. هو سهل يعني. طب انا نقعد نعمل اشكال بقى. ده يستوي. اه ياخد على فرن 200 درجه ياخد تحت تلت ساعه من 15 ل 20 دقيقه. اه وبعد كده يطلع يتفصص من بعضه. يبرد وبعد كده يدخل الفرن. طبعا بنحط بقى على كل جنب برضو من 15 ل 20 دقيقه عشان يتحمص. بس كده خلاص دي اخر واحده. دي اخر واحده ولا نقسمها اتنين؟ نقسمها. اه حسيت ان هي ايه محتاجه عشان ما تبقاش بس تخينه. هي صوابع اللي انا عملتها باينه قوي يعني هتبقى مختلفه اهو. بس ده كده الفايش. يدخل على درجه حراره 200 بس كده يتحمر من تحت ويولع عليه الشوايه. الشوايه؟ اه ياخد فوق. يتحمر بقى من فوق. اه وبعد ما ياخد اللون من فوق بيطلع يتفصص ويبرد وبعد كده بيترصص في الصاج وعلى كل جنب من 15 ل 20 دقيقه. يطلع متحمص بقى تمام. يبقى بس كده. وزي ما انت قلتي في ناس ممكن نعمله كقرص عاديه. اه ويتقطع ويستوي. برضه يتسبي يخمر ويستوي وبعد كده يطلع يتقطع ترانشات ويتحمص. ويتحمص. طيب نحط ده في الفرن ونروح نشوف بقى تمام العجينه الثانيه. موضوع جميل قوي يا جماعه. موضوع عايز كوباية لبن وإيه. طيب هنرجع للكرواسون. نرجع للعجينة. هي كده العجينة ريحت. ريحت. اه عشان تتفرد معانا على طول. هنعملها برضو تاني كده. اه اصل انا مش هستخدم دي. انا اللي بتاعتي بقى معلش بحب استخدم دي. ايوه هو الموضوع سهل بس يعني. هو سهل بس عارفه انت لما تقفي بقى وتعملي وتحسي ان الدنيا كركبت حواليكي والوقت ايه ده انا قعدت اليوم كله بعمل في حاجه واحده. لا بس الموضوع بسيط يعني. اه جدا. احنا كده فردناها. انتي شكلك من عشاق المخبوزات. انا اصلا نعم بشتغل بيها اصلا ايدي فيها على طول. نقطعها بقى. هنقطعها. يعني مش هنعملها كبيرة قوي. اه نقطعها مثلثات عشان نعرف نلفها. نمشيها ونلفها. آه. خليها ثانية. هنحشي جزء بالجبنة وجزء بالشوكولاتة. الحشوات دي بقى حسب اختيار. حسب ما احنا عايزين. طيب. اه يعني في ممكن تتحشي بجبنه شيدر. ممكن جبنه موتزاريلا. ممكن بسطرمه. اي حاجه بقى. اي مربى. اه طب انت هتحشيها لنا ايه دلوقتي بقى؟ انا هنحشيها جبنه براميل. جبنه بيضة. وهنحشيها شوكولاته. صوص الشوكولاته. حلو وحادق. اه مطلوب برضه. تمام. اه اسرع بس يا شيف علشان نلحق. نلحق ندوق مثلا. نلحق نقفل.
اكيد ينفع ما ادوقش؟ طيب لا ما ينفعش. لا نمطها كده لتحت شويه ونلف ونجيب صاج. صاج بقى فعلا ممكن سنية. الف معاكي بقى برضه الموضوع ده جميل قوي. ونلف كده. اه ماشي. جزء شوكولاته وجزء جبنه. جزء جبنه تمام. انا اعمل الجبنه. اوكي قولي لي بتلفيها ازاي بس عشان ايه. اهو احطها كده تمام. يكتر عشان نكتر الجبنه. تمام نكتر سين جبنه كده. واقعد الف فيها كده. نجي في الجزء اللي تحت ده مطيش سنه كده كده. طب انت اسمها كده من فوق اتنين. اه اعمل ايه بقى؟ اتني على قدام كده. ايوه ولفي بقى كده. اه تبقى تخينه كده صح؟ اه هو لسه هيخمر و اهو تمام. حلو قوي الصدمه اهو. اهو حلو. بحسها يعني تخينه شويه؟ لا لا هو هيخمر مش اه بيبقى فيه كرواسو احجام. اه 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 كبير وصغير اهو كده اهي. اهي اهي بس سهلة وبسيطة. لفتها جميلة. ايوه فعلا سهل. ناس كتير برضو بتستصعبها بس جداً. سهلة جدا يعني. انا من الناس فعلا اللي ببقى مستصعباها. لا مش صعب الموضوع. صعب قوي وافضل بقى ايه اكسل. اهي اسرع بقى كده عشان ايه. خلاص اهو شايفين؟ شايفيني وانا بلف اهو. الموضوع عايزه اقول لكم سهل قوي وبسيط خالص. وايه مفيش كركبه اهو عشان ايه. لا يعني فعلا المخبوزات من الحاجات السهلة مش بس. انا دايما افكر فيما بعد الـ 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 الطبخة. الحاجات اللي بتبقى مستنياني بقى ما بعد الطبخة يعني. لازم تبقي حابة المخبوزات عشان تقدري تعمليها. يعني بحبها بحب اكلها كده. يعني ما فيش حد ما بيحبش المخبوزات. يلا اهو دي اخر حتة. دي وقعت اهو. دي اخر حتة. كده خلاص. كده خلاص اهو. خلاص كده تمام. يلا يا شيف سريعا ناقص دقيقتين على الهواء. كده كده ده هيدخل برضه على درجة حرارة 200 200 يعني من 8 ل 10 دقايق. وبرضه هياخد لون من تحت وبعد كده هنولع عليه الشواية. طيب نحطه في الفرن ونطلع بقى الجاهز معانا. اوكي سريعا. ناعم قوي كمان العجينة ناعمة جدا. ومعانا طبعا ال ده بقى بعد ما خرج الفايز بعد ما استوى. اه اهو ايوه. ومعانا برضو كرواسو بعد ما استوى جاهز. ممكن الكرواسو الشوكولاته ممكن نعمله ندهنه شوكولاته على الوش. اه شوكولاته سايحه كده. اماني الله. دي شوكولاته. الله. طب هنلحق ندوق ولا نختم ولا نقفل؟ كتير من عشاق الكرواسو بالشوكولاته. طب لا نلحق يعني اهو عشان اطمنكم بس على ايه. هتدوقي ام شوكولاته؟
ندوق اي حاجه. ندوق شوكولاته. نجيب بس طبق. نجيب طبق. اوكي ايوه اهو. ندوق بقى. ايه ده كتير قوي. ناخد واحده احنا بقى. ايه في طبقنا اهي اهي. خلاص دوقي وقولي بقى ايه رايك. هندوق اللحظة الحاسمة. الله يعني صالي جدا في التقطيع اهو. اهو اديني هقول له كله عايز يدوق. العجينة طرية جدا جدا. مظبوطة قوي قوي. والصوص بتاع الشوكولاته بيديها طعم حلو. بيديها طعم رهيب. يعني مش عارفه اقول لكم ايه. يعني ممكن دي كده نكملها بقى. نكملها اكتر. خلاص. يعني نورتيني يا شيف صراحه. يعني الواحد بيبقى مستصعب الحاجه ان هو يعملها في البيت. لا يعني لا. بس لما بيعدي كده من عارفه وشم ريحه المخبوزات الجميله دي. لا انا اعملها في البيت ما دام طلعت سهله كده وجميله وخفيفه. سهله جدا وحاجتها بسيطه ومش خامتها مش تحفه. لا انا وشك طعمها جميل. يا رب. ميرسي ليك يا شيف. ميرسي لوجودك معانا يا شيف. انا مبسوطه اكتر. ميرسي ليك. شاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا. يعني بصراحه حاجات حلوه جدا كتير قوي. بنبقى يعني ريحه بتجيبنا من اخر الدنيا لكن احنا ممكن نعملها في البيت. استنونا في حلقه جديده بكره الساعه 12 ان شاء الله. باي باي.